اسمي سارة العيسى، مؤسسة سورتد ومتخصصة بتخفيف المقتنيات وترتيب المنزل وتنظيمه. سورتد تقدم 3 أنواع خدمات: ترتيب منزل، ونوعين من الاستشارة اللي هي استشارة هاتفية واستشارة منزلية. من وانا صغيرة طبعاً، لما أمي الله يحفظها مثلاً دائماً كانت ترتب لنا أغراضنا وكانت تجهز أغراضنا، كنت عن جد يجيني إحساس بالسعادة والراحة، فهذا الإحساس نفسه نفسي أعطيه للناس، ويعني أخلي كل اللي حوالي مبسوطين. فمن هنا أحس تولد عندي هذا الشغف إني أسعد الناس وأساعدهم في أشيائهم ومقتنياتهم وترتيبها، وإيجاد بيسك للحلول الذكية اللي تساعدهم في حياتهم اليومية. بديتها مع صاحباتي، مع أختي الله يحفظها، شوية شوية it became يعني I was more and more attached to it. أبريل اللي فات 2018 أخذت السيمينار مع ماري كوندو، I became a consultant and trainee for method, the KonMari method. وعاني في أمور مرة كثيرة وحسيت بقرابة بيني وبينها في أشياء كثير، لما قالتها في السيمينار يعني حسيت it relates to me مرة، من ناحية أنه حيطي نفسك بالأشياء اللي تسعدك، كل ما قلت الأشياء كل ما كان فيها البركة، خلي الأشياء اللي أنت مرة تحبيها عشان تجيب لك السعادة. يعني لمست فيني يعني كذا special things. الحمد لله هذا من فضل ربي، كل مشروع أحس أني فخورة منه، لأنه كل مشروع يحكي قصته مع العميلة، وكل مشروع is unique. أنصح أي أحد يبغى يبدأ شغل خاص فيه أنه يعمل بصمته الخاصة، يكون متميز، يعرف إيش بيسوي، ويكون طبعاً مرة شغوف في شغله أو في عمله. اسمي سارة العيسى، مؤسسة Sorted. I'm a professional organizer، متخصصة في تخفيف المقتنيات وترتيب وتنظيم المنزل أو المساحات.